خلينا ناخد الجنب التاني. مساء الخير يا كابتن ياسر. مساء النور يا كابتن خالد، مساء النور يا دكتوره هاله، والله انت وحشتيني، لسه شايفك امبارح. معانا كابتن ياسر صلاح المدير الفني لسيدات النادي الاهلي اللي ما شاء الله احتفلنا معاه، والنهارده بنكمل احتفالنا مع الدكتوره هاله زكي. لكن كابتن ياسر، اوجه التعاون بينك وبين الدكتوره هاله زكي. الدكتورة هالة طبعا خالد، احنا دايما على اتصال، كل كبيرة وصغيرة يوميا بتكون عندي وبنتناقش الكلام ده كله، ما بنلاقي حاجة خرجت بره النطاق بنقعد مع بعض تمام وبنحلها على طول. عندنا الحمد لله زي اجتماع اسبوعي مع الدكتوره هاله والمدربين، غير اللي انا والدكتوره هاله كل، مش عايز اقول لك يوميا يعني في اليوم كل ساعه 20 مره. يعني مش عايز اقول لك زهقت مني ممكن، تمام. لا يا كابتن، عمري ما زهق منك كابتن ياسر. كان في تعاون غير عادي، حتى بعد ما بتخلص ناشئات تلاقيها عندي في الماتشات، واقفه في ظهري، واقفه معايا وتشجع الفرقه. بصراحه كان تعاون من الجهاز كله. انا بقول الحمد لله ان ربنا كرمني بالجهاز كله والدكتوره هاله، والحمد لله ربنا كرمنا بنشاط رياضي كان في ظهرنا، وكابتن رؤوف كان في ظهرنا، والدكتور ياسر نصير. لا انا شايف ان السنه دي البنات حققت انجاز كبير، وهي بصراحه حققت انجاز كبير. انت عارف، انت لما بيكون حد داخل في مكان، هي طبعا مش غريبه عن النادي اكيد، بس لما يكون داخل في مكان لسه الاهالي ما تعودتش على الاسلوب، على الطريقه، المدربين، فكان بيقابلنا شويه مشاكل كانت بتخلص على طول مباشره وكانت ليها حلول. الحمد لله الكلام ده ما خدش اكتر من شهر تقريبا، وكل حاجه ماشيه زي الفل، والنتائج ثبتت هذا الكلام. طيب هقول لك حاجه، أصعب بطولة السنة دي عدت عليك في كل المراحل من الدرجة الأولى للصغيرين، أصعب بطولة الدرجة الأولى للصغيرين، يعني كمان الدكتورة هالة، أصعب فرقة عند الدكتورة هالة كانت متعباك، كانت فيها مشكلة، كانت فيها حاجة. بص، هو القطاع الصغيرين ده مشكلة، تمام. مشكلة يعني ممكن البنت تصحى الصبح تمام مالهاش مزاج تلعب، تمام. فكان ده من الماتشات بتبقى صعبة جدا. بحس الدكتورة هالة يعني ربنا يديها الصحة انها هيحصل لها حاجة، تخش الملعب ولا يا جماعة هدوها، تحس انها هالة تانية. هي عايزة تلعب، هي اللي بتسخن وهي عايز تلعب. يعني حاجه بصراحه الناس كلها، انا بحسد نفسي على الدكتوره هاله. لا انا الحمد لله حاجه تشرف، ونتائج كويسه جدا. عندك في فرق ما كانتش محققه حاجه، دي حقيقه. وانها تتحقق، انت عارف النادي الاهلي متعود على المكسب، كان يهمنا جدا ان الفرقه دي بالذات او فرقتين يتعودوا على المكسب، وده الحمد لله ربنا كرمنا بيه. الحمد لله. الحمد لله. كلمة أخيرة بعد انتهاء السيزون للجهاز الكامل بتاعك، إذا كان فني، إداري، طبي، كل الناس، تقول لهم إيه بعد ختام السيزون ده؟ أنا بقول متشكر للجهاز كله، متشكر على كل حاجة حلوة، وكل حاجة حلوة إحنا قعدنا مع بعض كتير، وبتأسف لأي حد أنا خرجت عن نطاق مش كويس. بس انت عارف كل ده في نطاق النادي الاهلي ونظام النادي الاهلي. سعيد بالجهاز، سعيد بالدكتوره هاله، سعيد بالاهالي اللي تعاونوا معانا. لا الحمد لله انا بغيرهم شكر 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 كبير، تمام، وشكر لمجلس الاداره والنشاط الرياضي. اشكرك يا كابتن ياسر، والف مليون مبروك لجهازك كامل، نجاح ما شاء الله عليه. الف مليون مبروك كابتن ياسر، وان شاء الله في صداقه